السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس، أنا حاطط فلوس في البنك الإسلامي. نعم. وثيقة لبنتي يعني فيما بعد لجواز أو كده. كل البنوك شأنها واحد. يعني ما يجوز معايا يا شيخ ولا؟ لا ما يجوز. نعم؟ لا يجوز. يعني أسحبها؟ أسحبها وثمرها في أي مكان آخر. هو سألوا لي هو بنك إسلامي. أجبتك بالذي عندي. شكرا. طيب جزاك الله.